طيب مشاهدينا، تعالوا نروح دلوقتي لجولة أخبار المحافظات من خلال تقرير رصدنا فيه أهم الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات وتحديدا صعيد مصر، اللي من بينها متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة قنا، وفعاليات حفل تخريج أول دفعة من البرنامج التدريبي لقادة المستقبل في جامعة أسوان، وأخبار تانية مهمة من أسيوط والمنيا هنتابعها في التقرير التالي. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات. خلونا نبدأ من قنا. الاجتماع الدوري اللي عمله اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي بتصل ل 1973 مشروع. خلال الاجتماع ده تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة في قطاعات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الصحة، الري والطرق. امبارح اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أعلن عن بدء أعمال غسيل شبكات مياه الشرب بإقليم القناة، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وده طبقاً لخطة الشركة الموضوعة بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية بهدف ضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين. في أسوان شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان فعاليات حفل تخريج أول دفعة من البرنامج التدريبي لقادة المستقبل، وده ضمن الاهتمام طبعاً بتدريب وتأهيل كوادر طلابية في إطار إعداد قادة المستقبل وتأهيلهم لسوق العمل. في أسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قال إنه جاري استكمال أعمال رصف الطرق المعتمدة بخطة الرصف بمركز البداري ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة بتبلغ 34 مليون جنيه، وده بهدف رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين. وفي المنيا أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن بدء أعمال رصف الطريق الدائري بمركز أبو قرقاس بجنوب المحافظة، وده بداية من طريق الشيخ مبارك بامتداد شارع مكة وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بهدف رفع الخدمات المقدمة للمواطنين. خلونا نروح لمحافظة سوهاج واللي بتتصدر محافظات الجمهورية في ملف محو الأمية وتعليم الكبار، عشان كده المحافظة عملت احتفالية وكرمت فيها المتميزين في مبادرة سوهاج خالية من الأمية. احتفالية جامعة سوهاج النهاردة اللي فيها احتفالا بتحقيق جامعة سوهاج المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في دورة يناير 2022، والحقيقة كل ده جه نتيجة جهود أبناء الجامعة في محو أمية الشعب السوهاجي بعد المبادرة اللي دشناها في 17 من نوفمبر الماضي على نفس المكان وفي نفس البقعة، والحمد لله النهاردة بنقول بنبعت من رسالة لفخامة الرئيس السيسي بنقول له إن احنا من على أرض جامعة سوهاج مستمرين في تنفيذ الفعاليات التي تؤدي إلى تطوير البشر تعاطيا مع مبادرة رئاسية، مبادرة حياة كريمة اللي هي بنطور فيها الحجر والبشر. النهاردة محو أمية الشعب السوهاجي يدل على إيماننا بهذه المبادرة، وإن احنا بنفعل هذه المبادرة من على أرض جامعة سوهاج، وبنقول لفخامة الرئيس إن احنا على العهد سائرين إن شاء الله. هذه الاحتفالية جاءت بمناسبة حصول محافظة سوهاج على المركز الأول كأعلى معدل إنجاز فيما تحقق في الدورة الامتحانية الأخيرة، وأيضا على حصول محافظة سوهاج على المركز الأول في من تم محو أميتهم بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأيضا لحصول جامعة سوهاج على المركز الأول بين الجامعات المصرية التي حققت إنجاز في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. جايين أيضا نبارك لجامعة سوهاج حصولها على كأفضل جامعة في مجال محو الأمية عن دورة يناير 2021، نجحت خلال 3 أشهر 11200 ناجح على أرض هذه المحافظة وخصوصا في قرى حياة كريمة، فده نجاح كبير بكل تأكيد يحسب للسيد المحافظ وأيضا لرئيس الجامعة وأيضا لكل القيادات التنفيذية داخل أرض سوهاج. في الحقيقة يعني مبادرة من المبادرات الناجحة اللي لها تأثير وتأثر مباشر للمواطن،
سوهاج خالية من الأمية. يمكن من المبادرات المهمة وعجبني قوي حالة التنافسية اللي موجودة ما بين المحافظات بعضها لبعض علشان خاطر حاجة هادفة، فكرة اللي احنا نرتقي بحياة المواطنين، لأن هو دي الفلسفة اللي قايمة عليها الجمهورية الجديدة تحديدا. قبل ما بنطور الحجر بنطور البشر، ولو افتكرنا كان عندنا عام خاص بتأهيل البشر وإعادة بناء الإنسان المصري اللي كانت يعني أول وأهم محور في فكرة الارتقاء بالمستوى التعليمي الخاص بالمواطن المصري تحديدا. محو الأمية حاجة مهمة جدا علشان التحول الرقمي كمان اللي احنا بنتكلم فيه، ما ينفعش اللي احنا بنقول تحول رقمي، ما ينفعش بنقول ان احنا عندنا تكنولوجي وفي نفس الوقت ما عندناش مواطن قادر على يعني نقول فك الطلاسم او فك الخط بمعنى اصح، فبالتالي مش هيعرف يتعامل مع المتغيرات اللي بتحصل من حوالينا. فيعني كل التوفيق للقائمين على هذه المبادرة في محافظة سوهاج تحديدا، وبالتأكيد باقي المحافظات الأخرى يعني. بس انت اعتقد حاجة من الحاجات المهمة والمبادرات التشجيعية المهمة اللي لازم ندعمها كلنا يعني. ده اكيد يا احمد، وزي ما انت قلت مش هينفع النهاردة ان احنا في جمهورية بنتكلم عن جمهورية جديدة، بنتكلم عن جمهورية متقدمة بننافس بيها دول متقدمة. عايزين النهاردة عملنا عواصم جديدة للمحافظات الموجودة بنتأهل بيها لحاجة أحسن، وعايزين نتقدم بيها بحاجة أحسن، ولسه في مواطنين مصريين كتير لسه مش عارفين زي ما انت قلت يفكوا الخط. فالنهاردة لما نشوف مبادرة زي دي من محافظة سوهاج زي ما انت قلت ده هيشجع المحافظات التانية ان هي تعمل تنافس حالة التنافس المبادرة.